اول واحد الله على الله يا يلا كمان تلاقي البيت حداها يا اختي 12 سنه و13 سنه وكتبالكي الى زوج المستقبل يا اختي تتشالي في تروسك اللي محمل يسبق يوقعك على كوبري واحد الصلحيه في المصرف يا اختي قولي امين يا به قولي اللي يجيك شلل في حواجبك قول جوسكي جوسكي مين يا به انت مين اصلا يا به يو اتطول قول له هات نسكافيه وانت جاي هات نسكافيه وانت جاي قول له خليه يجيب نسكافيه وهو جاي هات البتاع وانت جاي شاكو هات شاكوش وانت جاي لا يا انا ما جيتش انا وراك حاجة عندك يا دي النسكافيه مش ال... قول له هات النسكافيه وانت جاي كسرت فيه يا خالد ابو صالح انا عارف ان انت دخلت جامعة اداب الزجاجيج حقوق ارسم نفسك وارتسم عشان خاطر البنات اليومين دول بتنمر عليك وعايزين رقمك وبطل تقعد على الكافيهات كتير بدل ما تخسر لك 7-8 جنيه على الكافيه هات لك بيهم اي حاجة حتة هريسة اي مصلحة كلها الكم بطنك بيها عيب يا كبير الكلام اللي انت بتقوله ده يا محابو سمير مش تتعوج عليا انا بقول لك اهو الواد سميطه ابن اختي جاب 52.4% يعني دخل معهد فرز الليمون مش هنخاف منك يابا ولا هنحتاج لك في زراعه السنه الجايه تعال عدي عليا خد حسابك 410 تمن الخرم من الخرم في البراويطه وردوش السريس